Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلق ونشتركوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو المناعة النفسية. وقت اللي الإنسان يكون مليان بالثقة ومليان بأفكار ومعتقدات تخليه نجم يتجاوب مع المشاكل اللي نجم يواجهها. الشخص اللي عنده مناعة نفسية عنده قدرة على التخيلات الإيجابية ويعرف يتعافى ذاتيا، ويعرف وقت اللي يكون عنده هدف يقعد يتخيل إنه وصل للهدف هذا والطريقة اللي تخليه يوصل لها. الشخص اللي عنده مناعة نفسية هو وقت اللي يتجرح في مشاعره ويعمل مع روحه ما يعبر عنه بالمصطلح الإنجليزي لسيلف هيلينج، هي حالة من التعافي الذاتي بسبب قوة مناعته النفسية. ومن بين أسباب تقوية المناعة النفسية نلقاو أول حاجة يلزم الإنسان يعود روحه على الإحساس بالهدوء اللي نقصد به الطمأنينة الداخلية. ثاني حاجة يتقبل السيء من الأحداث والأشخاص على خاطرها هذه في حد ذاتها من طبيعة الحياة. حاجة ثالثة اللي هو لا يتساوى مع أفواه ناقدين، بمعنى كونه فما شكون ينجم ينصحه ويقف معاه وقت اللي باش يحسوا اللي هو يتبع في الغلط، وفما شكون ينجم يحطمه على خاطر يرى اللي في الدنيا كلها سلبية. وهذا علاش يلزمك تعرف تفرق ما بين النقد الهدام والنقد البناء. ورابع حاجة وهي الأخرى هو العلم، يعني الشخص المتعلم أو المثقف يكون مليان من داخل، وهذا يخليه يترفع عن الناس اللي نجموا يغيروا منه إلا للضرورة. ونعرفوا اللي هذه أكبر حرب في الدنيا مع رواحنا هي محاربة الجهل. وبهكا خليكم مع موجة الحياة فام الموجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.